هكون بشارك معاكم مقدمة عن المخطوطات والنقد النصي في أول محاضرة على قد ما ربنا يدينا وقت، لأنه البرزنتيشن دي طويلة. وفي المحاضرة التانية نتكلم عن موضوع أهم بكتير من ده من وجهة نظري، اللي هو أنواع نصوص العهد الجديد. لو حد معاه كتاب ممكن نفتح مع بعض تسالونيكي الأولى 2:13، بيقول كده: من أجل ذلك نحن أيضا نشكر بلا انقطاع لأنكم استسلمتم منا كلمة خبر من الله. كلمة خبر في اليوناني أكويس معناها سماع، جت منها كلمة أكو يعني أسمع، وجت منها كلمة أكوستيك بالإنجليش يعني حاجات سماعية. فهي كلمة خبر لما تشوفها في العهد الجديد معناها سماع، الإيمان بالخبر السماع والخبر بكلمة الله. فبولس بيقول في تسالونيكي الأولى 2:13: من أجل ذلك نحن أيضا نشكر الله بلا انقطاع لأنكم استسلمتم منا كلمة خبر من الله، قبلتموها لا ككلمة إناس بل كما هي بالحقيقة ككلمة الله التي تعمل أيضا فيكم أنتم المؤمنين. بولس بيتكلم هنا بيقول انه لما جيت ابشركم ولما جيت اقول كلام واكتب رسائل، انتم استقبلتم مننا الكلام ده مش ان هي كان هي كلمتي انا او كلمه ناس عاديين، لكن كما هي بالحقيقه كلمه الله. ودي اول حاجه احنا محتاجين نعرفها عن العهد الجديد او تناقل مخطوطات العهد الجديد. ليه الناس زي ما هنشوف كمان شويه كانت بتنسخ مخطوطات العهد الجديد، ولو حتى الرساله دي مبعوثه لكنيسه انا بنسخها وابعتها لكنيسه تانية وبنقعد نتبادل مع بعض المخطوطات بتاعتنا، ونقعد انا انسخ بتاعتي واديها لك وانت تنسخ بتاعتك وتديها لي والعكس؟ لان الناس كانت مقدره من اليوم الاول، من اللحظه الاولى، ان ما يتكلم به الرسل والتلاميذ ليس هو مجرد مشاركات، ليست هي كلمات نافعه وطيبه، لكن هي كما هي بالحقيقه كلمه الله. في نص تاني مش هفتحه عشان الوقت، بس كان بطرس بيتكلم فيه انه الناس غير الثابتين وغير العلماء بيحرفوا اقوال بولس كما باقي الكتب ايضا. اللي حضراتكم شايفينها دي اقدم وثيقة مسيحية هنتكلم عنها قدام، القصاصة دي اقدم مخطوطة موجودة عندنا لإنجيل يوحنا، وفيها آيتين بس، هي وش وظهر، فيها آيتين من إنجيل يوحنا، ويرجع تاريخها من 125 ميلادية لحوالي 150 ميلادية. هنتكلم عن معنى كلمة مخطوطة، هنتكلم يعني ايه الاوتوغرافس، هنتكلم انواع المخطوطات من حيث نوع المادة المكتوب عليها ونوع الخط ونوع النص اللي موجود فيها، وهنتكلم عن اربع مخطوطات مهمين جدا في غاية الاهمية بنسميهم The Great Four او الاربعة الكبار، وهنتكلم عن بعض اقدم مخطوطات العهد الجديد اللي موجودة حاليا. نبتدي بمعنى كلمة مخطوطة. يعني ايه كلمة مخطوطة؟ كلمة الانجليزية manuscript هي كلمة لاتينية وبتتكون من جزئين، مانو اللي جات منها كلمة manual بالانجليش يعني يدوي، وscript اللي جات منها schreiben بالالماني وكرير بالفرنساوي واسكريبير بالاسباني اللي هي يكتب، وجات منها scribe بالانجليش كمان. فmanuscript معناها كتابة يدوية. طب ايه الجديد في كده؟ دي حاجه مهمه جدا انك تعرف انه، يعني انا عارف ان هي معلومه تريفيال جدا تافهه جدا، بس انت لازم تعرف انه مخطوطات العهد الجديد اتكتبت بايدين ناس. ولما تكون اللي انت بتكتبه كتير قوي وانا بكتب بايدي وبكتب كميه كبيره في وقت قليل، فانت لازم تتوقع ان يكون في حدث خطا في النسخ. بس الخطا ده هل نقدر نتداركه؟ هل نقدر نسترد النص الاصلي اللي اتكتب بيه الكتاب؟ ده اللي احنا هنعرفه دلوقتي. الاوتوغرافس يعني ايه اوتوغرافس؟ اوتوغرافس مش اللي انت الاوتوغراف اللي انت بتنضيل صاحبك في اخر المؤتمر، لكن اوتو من الكلمه اليونانيه افتوس، افتوس يعني ضمير توكيد بمعنى بنفسه، هو بنفسه، وجراف من جرافو او غرافو يعني يكتب. فاوتوغرافس هي الكتابه الذاتيه، يعني اقصد بيها المخطوطات اللي الرسل والتلاميذ كتبوها بايديهم. يعني بولس لما كتب بايديه، ولوقا لما كتب انجيل لوقا واعمال الرسل بايديه، وباقي الرسل لما كتبوا بايديهم. عندنا مشكلة صغيرة ان كل الاوتوغرافس دي فقدت نتيجة الاستخدام، ولا وما عندناش ولا اوتوغراف من الاوتوغرافس اللي موجود اللي اتكتبت كتبوها الرسل بايديهم. ليه طيب كده؟ دي حاجة منطقية جدا، لانه زمان كنا بنستخدم اي نوع ورق؟ كنا بنستخدم البردي. البردي هو نوع ورق يعني اخترعوه المصريين، وهو عبارة عن ان انت بتجيب بوس وتفتحه وبعدين تحطه جنب بعضه وبعدين تضغط عليه تكبسه وتكتب عليه من الناحيتين، ودي كانت ارخص وسيلة موجودة ان انا اكتب بيها حاجات.
طيب نتيجة الاستخدام كانت المخطوطات البردية دي بتبلى، بس هي الفكرة ان انت محتاج تعرف حاجة مهمة جدا، انه المخطوطة ما كانتش استاتيك. يعني ايه؟ يعني انا ما كنتش بكتب مخطوطة كابولس مثلا وابعتها للكنيسة وهم يقعدوا يتفرجوا عليها ويبوسوها ويقروا منها ويسيبوها، لا، اي مخطوطة كانت بتتبعت للكنيسة زي ما هنشوف دلوقتي كان الامر انه اللي عندكم اقروها واللي من الناحية التانية تتبعت لكم، ونبتدي ننسخ المخطوطات لبعض، ونبتدي في نفس الكنيسة ننسخ كذا مخطوطة ونبعت المخطوطات دي لكنائس تانية وناخد المخطوطات اللي عندهم نقراها عندنا، وده كانت الحركة نسخ المخطوطات في أول القرن الأول. في كلوسي 4:16 بيقول كده: ومتى قرأت عندكم هذه الرسالة فجعلوها تقرأ أيضا في كنيسة اللاودوكيين والتي من لاودوكية تقرؤونها أنتم أيضا. كنيسة اللاودوكيين أو الرسالة اللي هو بيشاور هنا عليها، لأن هي كان اللي هي الرسالة اللي اتبعتت لكنيسة اللاودوكيين، عندنا اقتباس من واحد أرطوقي اسمه مارسيون أو بالعربي واليوناني ماركيون. ماركيون اقتبس من رسالة أفسس وأشار إليها وهو بيقتبس إن هي دي الرسالة بتاعت لاودسي أو لاودكية. فإحنا مفهمين إنه الرسالة التي للاودكية اللي بيقول عليها في كلوسي 4:16 بلا أدنى شك هي رسالة أفسس، وهوريكم كمان دقيقة إنه كلمة أفسس في أقدم مخطوطة مش موجودة في النص لكن موجودة كعنوان. فهو هنا بولس الهدف إيه؟ الهدف إنه بيقول أنا بعت لكم أنتوا كلوسي رسالة وبعت شبهها جدا لأفسس، فأنا بطلب منكم إن الرسالة بتاعت أفسس أنتوا كمان تنسخوها وتقروها، والرسالة بتاعتكم أنتوا تتقري هي كمان في، يعني رسالة أفسس تتقري في كلوسي ورسالة كلوسي تتقري في أفسس. عايزك بس تفكر للحظة ده ممكن يحصل إزاي؟ إزاي رسالة أفسس تتقري في كلوسي وأهل ورسالة كلوسي تتقري في أفسس؟ هل إن أهل كلوسي يروحوا أفسس وأفسس يروحوا كلوسي، ولا نعمل إيه؟ ننسخ مخطوطة بالنص اللي قاله بولس ونبعتها لكلوسي، وبتوع كلوسي ينسخوا هم كمان مخطوطة بالكلام اللي قاله بولس ويبعتوه لأفسس أو اللي هي الرسالة للاودوكية. فهي دي كانت حركة نقل المخطوطات منذ بداية كتابة المخطوطات، انه المخطوطة ما كانتش حاجة استاتيك، ان انت بولس بيكتب مخطوطة للرسالة ابعتها للكنيسة وتفضل، لا، كان في حركة نقل مخطوطات، وكان في حركة انه ابعت المخطوطة بتاعتي لحتة تانية واستقبل مخطوطتهم، وكان في حركة ان انا اجمع اكتر قدر من العهد الجديد، لانه الناس زي ما خدنا في اول آية ان هم كانوا مستقبلين الكلام ده على انه كلمة الله كما هي بالحقيقة زي ما بولس بيقول. كويس قوي. ايه هي انواع المخطوطات؟ عندنا نوعين، من حيث نوع، من حيث الماده، من حيث الماده اللي مكتوب عليها عندنا نوعين بس، ودي حاجه مهمه قوي. يعني مفيش احجار مثلا مخطوطات، مفيش عظم، مفيش اي حاجه تانية. المخطوطات اللي موجوده دلوقتي للعهد الجديد هم نوعين بس: برديات، ودي تمثل اقدم المخطوطات اللي عندنا. دايما لما تسمع كلمه برديه دي معناها اقدم مخطوطه. ليه؟ لان هي دي نوع الورق اللي كانوا بيستخدموه في القرن الاول والثاني، وده طبعا كان رخيص وكان متوفر جدا وكان مش محتاج مجهود كبير ان انا يبقى عندي ورق بردي اكتب عليه وابعته. فالبرديات تمثل عندنا اقدم المخطوطات، والبرديات اللي عايشه عندنا لغايه النهارده هي كلها من القرن الاول والثاني، نص الثاني بالكثير، من اول القرن الثالث والرابع بتبتدي النوع الثاني اللي بنسميه الرقوق الجلديه او البارشمنت. الرقوق الجلديه دي عباره عن ان انا بجيب جلد حيوانات واتبغه وابهيئه ان هو يبقى جاهز للكتابه بشكل ما وببتدي اكتب عليه. ميزه الرقوق الجلديه ان هي durable جدا، ان هي بتقعد بتعيش كتير، بتستحمل كتير. الكتاب المصنوع منه بيسمى كودكس، واحنا هوريكم اربع مخطوطات كودكس موجودين وعايشين لغايه النهارده وقد ايه الاتقان اللي فيهم. الحاجه الظريفه في البرديات او البابايري ان هي كمان غير ان هي بتتحلل بسهوله وهي فعلا بتستهلك بوقت قصير جدا بكتابه، لكن لما تحطها في بيئه صحراويه فهي بتعيش اطول بكتير. هتكتشفوا كمان شويه انه برديات كتيره جدا جايه من عندنا في مصر. في تيموثاوس الثانيه 4:13 بولس بيقول كده: الرداء الذي تركته في الترواس عند كاربوس احضره متى جئت، والكتب ايضا ولا سيما الرقوق. وكلمه الرقوق دي هي نفس الكلمه اللي هي معمول اللي هي معناها رقوق جلديه او البارشمنت. دي نص مخطوطه بي 46، ودي من اقدم مخطوطات البرديات اللي موجوده عندنا. بي 46 تحتوي تقريبا على 10 رسائل من رسائل بولس. بصوا الخط الاحمر اللي انا حاطه ده، ده الكلام اللي مكتوب في المخطوطه، هو يعني بالضبط انا حاطه اليوناني بتاعه. فالاول سطر كده بيقول: بافلوس ابوستولوس خريستو ايسو ذا ثليماتوس ثيو، يعني بولس رسول المسيح، المسيح يسوع بمشيئه الله، تيس اغيستيس اوسن كي بيستيس ان خريستو ايسو، الى القديسين الكائنين والمؤمنين في المسيح يسوع. فما فيش كلمه افسس في النص نفسه بتاع الرساله، لكن لو طلعت فوق شويه، ليش ممكن نطلع فوق شويه، فوق شويه على الشمال، هتكتشف ان كلمه افسس موجوده هنا في على الشمال في الجزء ده. ما
مكتوب بروس إفيسيوس. بروس إفيسيوس يعني إلى أفسس، ودي العنوان اللي مكتوب على رسالة أفسس من فوق. دي أقدم مخطوطة لرسالة أفسس بي 46، وبتحتوي مش بس على رسالة أفسس، لكن بتحتوي كمان على حوالي 10 رسالات من رسائل بولس. الحاجة التانية بس كنت عايز أقولها لكم، إنه زي ما أنتم حضراتكم شايفين، يعني أنا أقدر بمنتهى البساطة، أنا اللي عامل تحقيق المخطوطة ده، فأنا أقدر فعلا أجزم إن الكتابة اللي مكتوبة في المخطوطة هي بالضبط الكتابة النص اللي موجود معانا النهاردة لرسالة أفسس، ما عدا حاجة بسيطة بس إحنا قلنا إلى أفسس مش موجودة في أقدم مخطوطة للرسالة. ده شكل الكودكس أو شكل البارشمنت اللي هو المخطوطات الجلدية اللي كان بيتكتب عليها، ودي قلنا حديثة نسبيا ابتدت تظهر من القرن الثالث والرابع، لكنها جدا تستحمل وعايشين لغايه دلوقتي 4 مخطوطات، مش 4 اكتر بكتير، بس اهم 4 منهم هنشوفهم دلوقتي اسمهم الاربعه الكبار. ده شكل يعني اللي فات، ده شكل مخطوطه برديه زي ما حضراتكم شايفين ازاي متاكله، ازاي مش عايشه. واللي بعديها ده شكل مخطوطه بارشمنت او رقوق جلديه، وزي ما حضراتكم شايفين هي شكل واخده شكل الكتاب اللي هو زي الكتاب اللي في ايدينا دلوقتي، وان هي عايشه، وان هي نفس الكودكس ده تقريبا هو نفس الكتاب بتاع دلوقتي، وبيتكتب عليه من الوشين وبنقلب الصفحات. الكلام ده من منذ القرن الثالث والرابع. كويس جدا. طيب انواع المخطوطات، طبعا انواع الكتابه عندنا طريقتين للكتابه جوه المخطوطات. عندنا مخطوطات حروف كبيره اسمها انسيلز، ومخطوطات بحروف صغيره متلاصقه. المخطوطات اللي بحروف كبيره دي، بصوا حضرتكم الكلمه اللي انا كاتبها ذا كابيتال الفا ليترز اللي انا كاتبها، كل الحروف كابيتلز والكلمات شابكه في بعضها، يعني لسبب ما هم شافوا ان الطريقه دي في الكتابه في العصور القديمه طريقه ظريفه، فهي كانت بتتكتب كده فعلا، وهوريكم دلوقتي مثال للمخطوطه دي. فاحنا عندنا مخطوطات انسيلز. المخطوطات الانسيلز دي يعني احدث شويه، اقدم شويه، وعندنا مخطوطات ثانيه بحروف صغيره، والحروف الصغيره دي كمان متلاصقه. زي ايه مخطوطات الانسيلز؟ زي الاربعه الكبار اللي هم السينائيه والافرايميه والسكندريه والفاتيكانيه. وحروف صغيرة مينسكيلز، مخطوطات مكتوبة بحروف صغيرة ومتصلة أحيانا، زي مخطوطة مثلا 105. تعالوا نشوف مثال لدي ومثال لدي. اللي قدام حضراتكم ده يعني لو قادرين تشوفوا الشمال من اليمين هتكتشفوا أنا اللي عامل برضو تحقيق المخطوطة ده، مش ما أقصدش بيه أي حاجة، أقصد إن أنا النهاردة كواحد لسه بعرف فقط يوناني أقدر أقرأ من المخطوطة دي وأقدر أستنتج النص اللي كان فيها إيه. الجزء ده اللي هو الله ذي إبيسن إبيتا بتروزي أوكو أوك إخي غين بولين، بعض سقط على الارض المحجره او المحجره بس ما فيش كلمه ارض، اوبو اوب اخي غين بولين حيث لم يكن له ارض كثيره. ده جزء من مثل الزارع في متى 13، والمخطوطه دي هي المخطوطه السينائيه، وزي ما حضراتكم شايفين الكتابه واضحه ازاي. بصوا على الشمال دي المخطوطه، وعلى اليمين ده تفريغ النص اليوناني ليها. اللي على الشمال ده المخطوطه الكلمات كلها بتتكتب بحروف كبيره وكلها متلاصقه في بعضيها، ما فيش سبيسز بين الكلمات. ولا على اليمين ده تفريغ المخطوطه اللي انت تقدر لو حضرتك بتعرف يوناني تقدر فعلا تقدر تقرا وتفهم هو ايه اللي مكتوب في المخطوطه. انا معلم على بعض الاجزاء زي الحاجات اللي بالاصفر دي عشان اوري لحضراتكم ان الكلام ده فعلا هو بالظبط اللي بين ايدينا النهارده. طبعا في فلوقات صغيره هنتكلم عليها قدام شويه، لكن اقصد اقول ان النص نفسه موجود كاملا في مخطوطه واحده. الجزء اللي انتم شايفينه ده من المخطوطه السينائيه، هو الجزء ده هو بالظبط هو الجزء اللي فات اللي انا مفرغه ده. ودي شكل الورقه، شكل المخطوطة السينائية عامل ازاي. بصوا حضراتكم قد ايه الكتابة، الكلام ده مكتوب من سنة تقريبا 350 ميلادية، وبصوا حضراتكم قد ايه شكل الكتابة واضح جدا، والحروف تقدر تميزها عن بعضها وتقدر تستنتج الكلمات اللي مكتوب عليها بسهولة. فاكرين احنا قلنا عندنا طريقتين للكتابة، كتابة بحروف كبيرة متلاصقة، وكتابة بحروف صغيرة متصلة ببعضها، نفس طريقة الكتابة الانجليش الكيرسيف. فدي شكل مخطوطة اسمها المخطوطة ابينيريانوس مينسكيل، مخطوطه بحروف صغيره اسمها مخطوطه 105، ودي من القرن ال 12، وزي ما حضراتكم شايفين ان الكتابه متلاصقه في بعضها، بس برضو انت تقدر تستنتج ايه النص المكتوب. النص ده ايسكوتيا وكاتيلفن ايغينيتو انثروبوس ابوستالمينوس باراسيو، ده نص من انجيل يوحنا، والظلم لم تدركه، كان انسان مرسل من الله اسمه يوحنا. فده دي على فكره الصوره دي من المخطوطه، ما كانش مكتوب تحتيها النص اللي هي بتحتوي ايه، بس انا قدرت اقرا النص اللي موجود فيها وقدرت اعرف ان ده من انجيل يوحنا. فانا اقدر اقصد ده بايه؟ اقصد ان انت كمان تقدر تعمل كده لو حضرتك بتعرف يونان. طيب يبقى احنا قلنا ان تقسيمه المخطوطات طبعا تبعا للماده اللي بيتكتب عليها، عندنا بردي وعندنا بارشمنت، وتقسيمه المخطوطات تبعا لطريقه الكتابه عليها، عندنا مخطوطات مكتوبه بحروف كبيره متلاصقه، ومخطوطات مكتوبه بحروف صغيره زي اللي حضراتكم شايفينها متلاصقه في بعضها.
طيب انواع المخطوطات طبعا لنوع النص اللي مكتوب عليها. عندنا مخطوطات نص عهد جديد صريح، يعني ايه؟ يعني مخطوطه مكتوب فيها رساله بولس الرسول الى اهل افسس وهكذا، رساله روميا، الرساله الى العبرانيين. وعندنا مخطوطات ليكشنيريز. ايه هي الليكشنيريز؟ الليكشنيريز هي عباره عن كتب عباده ابائيه، نفس الطريقه اللي بتحصل الان في الكنيسه القبطيه، ان عندهم حاجه اسمها كتاب اسمه القطمارس. القطمارس ده فيه أجزاء من الكتاب المقدس، أجزاء من العهد الجديد متقسمة على كل يوم، وكل يوم بقرأ حتة من البولس وحتة من الكاثوليكون وحتة من الإبراكسيس وحتة من المزمور وحتة من الإنجيل. نفس الطريقة دي موجودة منذ القديم في الكنيسة اليونانية وفي الكنائس اللي كانت اكتشفت أن مادة العهد الجديد دي أنا ممكن أقسمها على مدار السنة أنها تتقري في الكنائس، تتقري في الكنائس ككتب عبادة. إيه اللي يميز مخطوطات كتب العبادة عن مخطوطات نص العهد الجديد الصريح؟ إن هي مش ماشية بالترتيب. يعني أنا ممكن أخد جزء من رسالة أفسس، بعدي جزء من رسالة العبرانيين، بعدي أرجع أخد جزء من روميا، بعدي أخد جزء من إنجيل لوقا، وهكذا. هي مش سيكوينشال زي مخطوطات نص العهد الجديد، لكنها شاهد مهم جدا 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 على نص العهد الجديد، وشاهد مهم جدا جدا بيقدر يخليني في اوقات كتيره احتكم ليها، فارجح قرايه عن قرايه واقول القرايه دي موجوده في الليكشنيريز دي وموجوده بالشكل ده، فانا هرجح القرايه دي عن القرايه الثانيه. يبقى انا عندي تاني، تعالوا نراجع مخطوطات العهد الجديد بالنسبه للنوع الماده بردي وبارشمنت، بالنسبه لطريقه الكتابه عليها انسيلز حروف كبيره متلاصقه وحروف صغيرة يعني متصلة ببعضها زي طريقة الكتابة الإنجليزي. بالنسبة لنوع النص أنا عندي مخطوطات نص عهد جديد صريحة، مخطوطة رسالة أفسس، مخطوطة إنجيل يوحنا وهكذا، وعندي مخطوطات ليكشنيريز اللي هي كتب العبادة الأبائية اللي كانوا بيستخدموها إن أنا أوزع العهد الجديد على الأيام السنة بحيث يتقري كعبادة في الكنائس. مخطوطات ترجمة مبكرة. يعني إيه بقى ترجمة مبكرة؟ ويعني إيه ترجمة متأخرة؟ العهد الجديد من ساعة ما اتكتب وابتدت الناس الرسل والتلاميذ ينتشروا في كل العالم عشان يبشروا، ما كانش في حاجه بتقول ان نص العهد الجديد ده لازم يفضل بلغه اليونانيه. لا، ما فيش اي مشكله ان انت كبلد زي مصر تعمل ترجمات لنص العهد الجديد، زي اثيوبيا، زي مثلا الترجمه اليوليانيه، زي الترجمه القوطيه، ترجمات كتيره جدا مبكره. احنا في مصر هنا عندنا ترجمه مبكره للعهد الجديد باللغه القبطيه القديمه اللي كانوا بيتكلموها وقت المسيحيه وقبليها ب100 سنه، والترجمه دي موجوده باربع لهجات، حاجه اسمها البحيري والاخميمي والبروتو بحيري والفيومي. عندنا اربع لهجات واربع انواع مخطوطات لترجمه نص العهد الجديد قبطيه في مصر. اقصد بايه انها مبكره؟ اقصد ان هي قبل الفولجاتا بتاعت جيروم، يعني من سنه مثلا 150 ل 300 ميلاد ل 300 ميلاديه ابتدت الناس اللي توزع عليها او اللي يروح لها نصوص العهد الجديد ان هي تعمل ترجمات ليها. فلقينا ان احنا عندنا ترجمه باللغه الاثيوبيه وترجمات كتيره باربع لهجات اللغه القبطيه بتاعتنا المصريه، وعندنا ترجمه اليوليانيه، وعندنا القبطيه المصريه، وعندنا الاثيوبيه والقوطيه وغيرها من اللهجات، والارمينيه والسريانيه والبسيطه. وفي واحد اسمه تاتيان عامل كتاب اسمه الدياتيسرون. الدياتيسرون ده عامل إزائية الأناجيل الأربعة، أو يعني بيعمل إزاي الحاجة الواحدة تكررت في الأناجيل الأربعة. الكلام ده مبكر جدا، والكلام ده لأنه مبكر جدا يعني تخيل معايا الموقف كالآتي. أنا لقيت ترجمة عهد جديد بترجمة مبكرة مثلا قبط صعيدي، ولقيت ترجمة أو لقيت نسخة مخطوطة عهد جديد من القرن الـ13. تفتكروا مين المرجح إن أنا يقول لي أرجح القراية دي أو ما رجحهاش؟ الترجمة المبكرة ولا المخطوطة؟ الترجمة المبكرة بستخدمها جدا جدا جدا، انه اقول لا، القراية دي كانت موجودة في الترجمة القبطية باللهجة الصعيدية، القراية دي كانت موجودة في الترجمة اليوليانية، القراية دي كانت موجودة في الترجمة الاثيوبية. ولان الترجمات دي مبكرة جدا فليها ويت عالي جدا في ان هي تقول لي واخدها كشاهد لنص العهد الجديد. حاجة تاريخية ان جيروم لم يخترع ترجمة من الالف للياء للنص اليوناني للاتيني. هي ترجمة جيروم للفولجاتا اللي هي بنسميها الفولجاتا، كلمة فولجاتا معناها عامية. فترجمة جيروم لم تكن ان هو خد النص اليوناني وابتدى يترجمه من الالف الى الياء، لكن هو كان في ترجمة لاتينية مبكرة بنسميها الإيطالة. الترجمة المبكرة الإيطالة دي خدها جيروم ونقح فيها وعمل ترجمة جديدة باسمه أو باسم الفولجاتا. فأنا عندي كمان ترجمة لاتينية مبكرة، وعندي من الترجمة دي حوالي 10,000 مخطوطة ترجمة مبكرة لاتينية قبل الفولجاتا. دي برضو بتتاخد كشاهد مهم جدا للنص. طيب تعالوا نقرأ الجزء ده. الكلام ده جاي من حياة قسطنطين العظيم لكاتب اسمه يوسابيوس. فبيقول كده انه الملك قسطنطين بعت ليوسابيوس ده رسالة، فبيقول كده: قسطنطين المنتصر ماكسيموس أغسطس إلى يوسابيوس، حدث من خلال عناية ورحمة الله مخلصنا أن يلتف عدد وفير حول الكنيسة المقدسة في المدينة التي تدعى باسمي. إيه المدينة التي تدعى باسمي؟ قسطنطينية، عشان هو قسطنطين.
ونظرا لأن المدينة تتقدم بسرعة في سائر النواحي الأخرى، فيبدو أنه من الضروري جدا أن يزداد أيضا عدد الكنائس. لذلك أنقل إليكم عزمي في هذا الصدد، فقد رأيته مناسبا أن أطلب من فطنتكم بأن تأمروا بنسخ 50 نسخة من الكتاب المقدس الذي تعرفون أن وجوده نافع وضروري جدا لتعليم الكنيسة، على أن تنسخ على ركوك خاصة بعناية خاصة وبحجم مناسب سهل الحمل وعلى أيدي نساخ أكفاء مدربين في فنهم. وقد تلقى رئيس الإبرشية أيضا تعليمات كتابية من حلمنا لكي يحرص على تقديم كل ما يلزم لإعداد هذه النسخ، والمطلوب منكم أن تبذلوا عناية خاصة لكي تكمل في أقصر وقت ممكن. وبمقتضى هذه الرسالة أعطيت لكم السلطة أيضا لاستخدام عربتين من العربات العامة لنقلها حتى بعد الانتهاء من كتابة هذه النسخ كتابة جميلة يسهل نقلها وتقديمها إلي لأطلع عليها أنا شخصيا، ويمكن تكليف أحد شمامسة كنيستكم بهذه المهمة، وعند حضوره إلى هنا سوف أقدم لكم مكافأة سخية ليحفظكم الرب أيها الأخ المحبوب. دي نص رسالة قسطنطين الملك لواحد اسمه يوسابيوس، بيقول له زي ما أنت عارف أن الكنائس انتشرت وبالذات في المدينة التي تدعى باسمي اللي هي القسطنطينية، فإحنا محتاجين نعمل 50 نسخة كتاب مقدس، وحط يعني حاولوا حضراتكم شوفوا اللي مكتوب بالاصفر على ان تنسخ على ركوك خاصه. ركوك اللي هي ايه؟ اني واحده؟ بردي ولا بارشمنت؟ بارشمنت. بعنايه خاصه وبحجم مناسب سهل الحمل وعلى ايدي نساخ اكفاء مدربين في فنهم. فهو طلب ان تنسخ 50 مخطوطة للكتاب المقدس بالعهدين على فكره، وان اللي يعملوا كده نساخ اكفاء مدربين في فنهم ويعملوا الموضوع ده بسهوله وفي وقت مناسب، بس يكون فيها ارت، تكون ارتستيك، تكون بيس اوف ارت علشان هو كمان هيطلع عليها. خلي بالكم المخطوطات دي كمان هتتقدم ليه هو شخصيا عشان يطلع عليها ويراجعها. فاحنا يعني عرفنا من الرساله دي احنا لقينا بعد كده 4 مخطوطات بنسميهم الاربعه الكبار. هفهمكم الليتر او الرساله دي كانت وظيفتها ايه. حلو، غير الاربعه الكبار اللي عندنا اكبر مخطوطه غير الاربعه الكبار اللي احنا لسه هنتكلم عنهم اسمها بي 46 اللي حضرتكم شفتوا نص رساله افسس منها، ودي بتحتوي على 10 رسائل من رسائل بولس. غير دي يعني دي اكبر مخطوطه او اكبر كميه ماده عهد جديد موجوده في مخطوطه بردي. طب ايه المخطوطات اللي فيها تقريبا كل العهد الجديد كله او كل العهد الجديد؟ 4 مخطوطات بنسميهم الاربعه الكبار. طب هو كل مخطوطة عهد جديد فيها العهد الجديد من أوله لآخره؟ الحقيقة لأ، عندنا مخطوطات من أول قصاصة صغيرة فيها آية أو آيتين لصفحة مثلا من إنجيل أو إصحاح من إنجيل لحتة من رسالة، رسالة كاملة، رسالة ونص، رسالتين، 10، إنجيل يوحنا لوحده، إنجيل مرقس لوحده، إنجيل لوقا لوحده، وهكذا إلى أن عندنا 4 مخطوطات كبار، يعني أقدم 4 مخطوطات كبار يحتووا على مادة العهد الجديد كلها. طيب 4 مخطوطات فقط من القرن الرابع تحتوي على العهد الجديد كله وتسمى بالاربعه الكبار، وهم السينائيه، ودي تاريخ كتابتها. خلوا بالكم يا اخواننا انه ده تاريخ الكتابه مش تاريخ الاكتشاف. تاريخ الاكتشاف كان حوالي في القرن ال17 او ال18 هنا في مصر، لكن تاريخ الكتابه من 330 ل 360. عندي سؤال، بنحدد ازاي عمر الكتابه في اي مخطوطه؟ حد يعرف؟ برافو عليكي. الكربون ديتنج دي حاجه، في حاجه ثانيه مهمه؟ حد يعرف؟ باليوغرافي. بالظبط كده. ايه هو الباليوغرافي؟ ده علم كلمه باليو باليوناني باليوس معناها قديم، وجرافي من يعني كتابه. فعلم الكتابات القديمه ده بيعني بايه؟ يعني ان كل عصر ليه طريقه كتابه معينه. فزي ما انتم حضراتكم شايفين انه مخطوطات العهد الجديد اللي كانت بتكتب بحروف كابيتال متصله لبعضها دي كانت طريقه الكتابه في القرون القديمه. لما الدنيا بقت احدث شويه بقوا بيكتبوا بسمول ليترز ومتصله ببعضها، فعن طريق شكل الكتابه نفسها وشكل الحروف نفسها ومتصله ولا منفصله، والحرف مكتوب ازاي، بطريقه قوطيه مثلا ولا بطريقه رومانيه، عن طريق حاجات كتير قوي بقدر احدد انه الكتابه دي بتاعت مثلا من 350 ل 360. وبعد كده باخد عينه من المخطوطه وبعمل بيها حاجه اسمها الكربون ديتنج، بقيس حاجه اسمها الهاف لايف بيريد او الهاف لايف تايم، ان انا بقيس فتره عمر النص او قد ايه لسه في نظائر مشعه. قصه كبيره انا شخصيا مش اوير بيها قوي بس عارف تفاصيلها الفنيه يعني. فبيحددوا بالكربون ديتنج ده انه المخطوطه دي اتكتبت في الوقت ده للوقت ده. الطريقه دي علميه جدا جدا جدا. يعني اقصد بايه؟ اقصد لما نطلع ان عمر المخطوطه دي ان هي اتكتبت من 330 ل 360 مش هقدر اي حد يجي يقول لك لا بس انتوا بتضحكوا علينا، دي تلاقيها مكتوبه سنه 1000. ليه؟ حبيبي المخطوطه عايشه لغايه دلوقتي. لو حضرتك مش مصدق خد عينه بنفسك واعمل موضوع الكربون ديتنج ده واقدر حدد هي
مكتوبة امتى. بلس ان نوع الخط بيلزمني، يعني ما ينفعش تجيب لي مثلا مخطوطة مكتوبة بسمول ليترز ومتصلة وتقول لي اصل دي من القرن الاول. ما هو طريقة الكتابة دي ما كانوش اخترعوها في القرن الاول، طريقة الكتابة اصلا بتشاور لي على عصر من العصور، وبتأكد او بحدد باكثر تدقيق ان انا بعمل طريقة الكربون ديتنج او الكربون المشع. فعندنا السينائية دي مكتوبة من 330 ل 360 ميلادية، وعندنا الإفرايمية سنة مكتوبة تقريبا سنة 450 ميلادية، وعندنا الفاتيكانية 305 من 300 ل 325 ميلادية، وعندنا السكندرية من 400 ل 440. فيبقى كده السينائية من القرن الرابع، والإفرايمية من القرن الخامس، الفاتيكانية من القرن الرابع، والسكندرية من القرن الخامس. عايزكم تبصوا على الجدول ده المهم جدا. المخطوطة السينائية الرمز بتاعها أليف بالعبري، ده هو أول حرف من حروف اللغة العبرية أليف، وهقول لكم سبب تسميتها بالرقم الاسم ده. السينائية مخطوطة السينائية مكتوبة سنة 330 ل 360 ميلادية، تحتوي على العهد الجديد والعهد القديم كله. حاليا متقسمه على اربع اجزاء، جزء منها موجود في دير سانت كاترين عندنا في مصر، جزء في المكتبه البريطانيه، جزء في جامعه لايبزيغ في المانيا، وجزء في المكتبه الوطنيه الروسيه. فالمخطوطه عايشه لغايه النهارده، غير ان هي طبعا سكاند وموجوده على الانترنت اونلاين. اكتب بس على جوجل اكتب كودكس سينايتيكوس او المخطوطه السينائيه حتى بالعربي، فيها ويب سايت موجود والمخطوطة كلها متصورة، وكمان مفرغ لك النص اليوناني، فحضرتك تقدر تتحقق بنفسك من أي قراية من قراية المخطوطة. المخطوطة الفاتيكانية وهي حاليا موجودة في مكتبة الفاتيكان، ودي زي ما قلنا تاريخ كتابتها من 325 ل 350، وتحتوي على العهد الجديد والقديم كله. المخطوطة السكندرية كودكس ألكساندرينوس من 400 ل 440 ميلادية، وتحتوي على العهد الجديد والقديم كله، وموجودة في المكتبة البريطانية. والمخطوطة الإفرايمية تاريخ كتابتها 450 ميلادية، وتحتوي على العهد الجديد والقديم ما عدا سفر الرؤية، وهي موجودة في المكتبة الوطنية في فرنسا. دي المخطوطة السينائية زي ما حضرتكم شايفين، ده نص، يعني دي صفحة من صفحات المخطوطة السينائية. زي ما حضرتكم فاكرين احنا قلنا ان هي كودكس او كتاب، زي الكتاب اللي في ايدينا ده بالظبط، بيتقلب ليه صفحات وبيتقلب، نفس طريقة الكتاب ده بالظبط. المخطوطة السينائية لما جم اكتشفوها واكتشفوا ان النص فيها اولا عهد جديد كامل بلس العهد القديم الترجمة السبعينية، وان هي مخطوطة في غاية الاتقان من ناحية طريقة الكتابة ومن ناحية النظافة ومن ناحية كل حاجة، فكانوا كل حروف اللغة، يعني احنا بنسمي المخطوطات A B C D E F لغاية ما الابجدية تخلص، وبعدين احنا خدنا الابجدية اليونانية الفا فيتا غاما دلتا لغاية ما خلصت. فلما جم اكتشفوا المخطوطة السينائية كان كل الأبجدية اليونانية والإنجليزية خلصت، فقالوا الخسارة نديها أي اسم تاني غير أنها تكون نمبر وان، دي بقى اللي نمبر وان بجد. فراحوا مدينها أليف بالعبري، فأليف هو أول حرف من الأليف بيت بالعبري، دي ألف بالعبري يعني، فادوها رمز أليف من كتر ما هي مهمة. المخطوطة دي بيسموها تاج المخطوطات، يعني قمة إبداع وإتقان ناسخ لمخطوطة عهد جديد، والفاليو بتاعتها كبيره جدا جدا جدا، لانه تحتوي على نص العهد الجديد كله، وفي نفس الوقت قديمه زي ما حضراتكم شايفين. ده شكل المخطوطه الافرايميه، ولعل حضراتكم تتساءلوا ليه مسمينها، بالمناسبه هم ليه مسمينها المخطوطه الصينائيه اللي فاتت، لان هي مكتشفه في دير سانت كاترين عندنا. طيب المخطوطه الافرايميه زي ما حضراتكم شايفين، يعني بصوا الفرق بين القرايه قد ايه هنا ايه واضحه وكلير، والقرايه بتاعت دي بصوا عامله ازاي. ليه سمينها كمان المخطوطه الافرايميه؟ لانه هي لما اكتشفوها لقوا مخطوطة مكتوب عليها ميامر ماري فرايم السورياني، فلما يعني كانوا خلاص في سبيلها ان هي تتحرق، وبعدين يعني قالوا ان احنا نعمل لها اكس رايز وبتاع، فاكتشفوا ان تحت ميامر ماري فرام نص العهد الجديد موجود، واحد النساخ مسحه وراح كاتب فوقيه ميامر ماري فرام السورياني. فهم اكتشفوا انه مخطوطة عظيمة بهذه الأهمية اتمسحت واتكتب فوقيها اقوال القديس ماري فرام. فجبنا القرايه اللي فيها ازاي النهارده بالاكس راي، عن طريق ان احنا عملنا لها سكان باكس راي، فقدروا يتوصلوا للكتابه اللي تحتيها، ودي واحده من المخطوطات المهمه جدا اللي تحتوي على نص العهد الجديد والقديم ما عدا سفر الرؤيه. المخطوطه الفاتيكانيه بص حضراتكم الاتقان والابداع والفن، دي كودكس فاتيكانوس، مش معروف بالظبط اكتشفت فين، لكن هي موجوده حاليا في المكتبه مكتبه الفاتيكان. ودي المخطوطه السكندريه، ومتسميه السكندريه لان هي مكتشفه باسكندريه في مصر، وشايفين حضراتكم برضو شكل الاتقان في المخطوطة، وان هي لغاية هذه اللحظة حضرتك تقدر تطلع على القراية بتاعتها، لو عملت زوم هتقدر تكتشف الكلام اللي مكتوب ايه. دانيال بي ولس واحد من الناس يعني المحترمين والعلماء في اللغة اليونانية والمخطوطات، وهو عامل حاجة اسمها Center for the Study of New Testament Manuscript، والويب سايت بتاعه زي ما حضراتكم شايفين www.csntm.org.
بيعني بايه ودانيال دانوالس؟ انه في مخطوطات كتيره جدا اكتشفت وعمل حصل لها سكان وفرغنا النص، لكن كل يوم احنا بنكتشف مخطوطات جديده، زائد ان كان في مخطوطات اكتشفناها زمان ولما جينا نفتحها عشان نسكانها اكتشفنا ان احنا هندمرها، فقلنا نسيبها زي ما هي، ولما العلم يتقدم شويه والاساليب تتطور شويه نقدر نكتشف طريقه ان احنا نسكان النص اللي فيها من غير ما ندمر المخطوطه. فهو عمل سنتر للموضوع ده، ان هو بيروح كل حته يكتشف فيها مخطوطه بيقول لهم طب سيبوها احنا جايين، يقوم واخد التيم بتاعه الكرو بتاعه كله ويقوموا طالعين، عندهم الات تصوير حديثه جدا، يبتدي يجيب المخطوطات ويصورها ويفرغ النص اللي فيها. فده احد الناس المهمين جدا اللي لسه عايشين الحمد لله معنا النهارده، وعامل جهد كبير جدا جدا في المخطوطات، وعامل جهد كبير وعامل ترجمه اسمها NET New English Translation، وعليها تعليقات نصيه محترمه جدا جدا. احبكم تعرفوا الشخص ده بالاسم، واحبكم كمان تشوفوا انتاجه من ترجمه العهد الجديد والتعليق النصي عليها والمخطوطات اللي هو بيسكنها والتعب اللي هو بيتعبه. مخطوطات العهد الجديد، طيب احنا بقى عندنا كم مخطوطه عهد جديد؟ عندنا 5000 مخطوطه يونانيه، احنا قلنا قسمناهم طبعا لنوع الماده، مش هقوله لكم تاني، وطبعا لنوع الكتابه، وكمان هنقسمهم تقسيم تاني دلوقتي. احنا عندنا 5000 مخطوطه يونانيه ما بين قصاصه الى مخطوطه كامله نص عهد جديد، ومعلش هي عهد جديد مش عهد قديم، وليكشناريز. عندنا كمان 10000 مخطوطه لاتينيه قديمه قبل الفولجاتا، فاكرين الترجمات المبكره؟ احنا قلنا عندنا ابتي باربع لهجات، وعندنا ارميني، عندنا سورياني، عندنا قوتي، وعندنا كمان 10000 مخطوطه لاتينيه قديمه بتسميها الايتالا قبل الفولجاتا. عندنا 9300 مخطوطه ترجمه مبكره باللهجات اللي احنا قلناها زي السريانيه والسلافيه والقوطيه، القوطيه اللي هي الجوثيك، والاثيوبيه والابتي اللي هي بحيري اخميمي صعيدي وبروتو اخميمي، وعندنا ارميني. فعندنا السرياك والسلافيك والجوثيك اثيوبيك كوبتيك وارمينيان. عندنا دياتيسارون، دياتيسارون ده كتاب بتاع واحد اسمه تاتيان، اتعمل سنه من 160 ل 175 ميلاديه، و 80% من مخطوطاته السريانيه موجوده لغايه هذه اللحظه، معمول عن إزائية الأناجيل الأربعة. فالكتاب ده بيشهد عن حاجتين، إنه سنة 160 ميلادية كان في حاجة اسمها الأناجيل الأربعة، والراجل ده كمان عامل الكتاب عن إزائية. يعني إزائية يعني بيجيب الأحداث من كل إنجيل ويحطها جنب بعض. فدي كده بنسميها الشواهد بتاعة العهد الجديد، أو الحاجات اللي أنا بكون منها نص مادة العهد الجديد. أقوال الآباء واقتباساتهم من العهد الجديد دي حاجة مهمة جدا جدا جدا، وإن شاء الله في المحاضرة الجاية هوريكم مثال إنه قد إيه أقوال الآباء بتدخل معايا في إنه أرجح قراية عن قراية. بقول مثلا إن أثناسيوس وإن جيروم وإن إيريناوس، جيروم هو إيريناوس، إن أثناسيوس وجيروم وإنه مثلا يوحنا ذهبي الفم ماله للقراية دي، لكن مثلا كورولوس الكبير وفلان وفلان ما مالش للقراية دي، أو مش ما مالش، أقصد ما استخدمهاش، ما استشهدش بيها في وعظاته، أو استشهد بقراية لتانية للنص ده. فبستخدم أقوال الآباء إن هي شاهد عندي لنص المادة العهد الجديد. أرجو حضراتكم يعني تنتبهوا للموضوع ده وتنبهروا معايا بقد إيه الله حفظ كلمته في العهد الجديد إلينا لغاية هذه اللحظة. لكن أنا عايز حضراتكم تتأملوا إنه إزاي المسيحيين الأوائل تعاملوا مع نص العهد الجديد بالسلايد اللي قدام حضراتكم دي. فعندنا السلايد دي بتوضح لحضرتك الكتب تقريبا اللي اتكتبت في وقت عهد، في وقت العهد الجديد وقبليه بشويه، عندنا لغايه هذه اللحظه كم مخطوطه منهم وقد ايه منهم عايش. فعندنا كتاب اسمه حروب الغال لواحد اسمه قيصر، ده اتكتب سنه من 50 ل 58، من 50 ل 58 يعني معاصر تقريبا لرسائل بولس. طيب كم مخطوطه باقيه منه لغايه النهارده؟ 9 او 10. والفاصل بين اقدم مخطوطه والاصل، يعني اقصد ايه الاصل؟ يعني من 50 ل 60 ميلاديه ده الوقت اللي اتكتب فيه الكتاب. طب انا النهارده عندي مخطوطه يعني قديمه لغايه قد ايه؟ لغايه تقريبا 1100 ميلاديه، يبقى سوري لغايه 900 ميلاديه، يبقى انا عندي اقدم مخطوطه للكتاب ده سنه 900 ميلاديه، والكتاب اتكتب سنه 50، يبقى في فاصل حوالي 900 سنه ما بين اقدم مخطوطه والكتاب نفسه، وعدد المخطوطات الباقيه 10 مخطوطات. تاريخ الروماني لليفي مكتوب تقريبا من 59 قبل الميلاد ل 19 ميلاديه. هو ازاي الرينج كبير كده؟ عشان الكربون ديتنج مش بيطلع لك نتيجه اللي هو 7 يناير 1982، لا بيطلع لك رينج تقريبا ان المخطوطه دي قديمه قد كده، فبيبقى عندي رينج بتاع 30 40 50 سنه. فهو التاريخ الروماني ده كتاب كاتبه واحد اسمه ليفي، عندنا لغايه النهارده 20 مخطوطه بس باقيه، و 400 سنه الفارق الزمني بين اقدم مخطوطه والاصل. يعني ده معناه تقريبا انه اقدم مخطوطه ترجع ل 450 تقريبا ميلاديه. حوليات روما لتاسيتوس دي مكتوبه سنه 100 ميلاديه،
عندنا النهارده 12 كتاب في من في مخطوطتين، 12 كتاب من 16 موجودين في مخطوطتين، يعني هم كانوا 16 كتاب، عندنا الباقي منهم اللي عايش النهارده 12 بس، ومخطوطتين بس اللي موجودين، والفاصل الزمني بين اقدم مخطوطه وتاريخ كتابه الكتاب 800 سنه زي ما حضراتكم شايفين. تعالوا ناخد اخر واحده عشان بس اوصل انا عايز اقول ايه. الإلياذة بتاعت هوميروس دي مكتوبه تقريبا 800 قبل الميلاد، وقعد والمخطوطات الباقيه منها 650، دي المنافس الوحيد للعهد الجديد في عدد المخطوطات، ان هي باقي منها 650 مخطوطه، وانه هي مكتوبه سنه 800 ميلاديه، والفاصل الزمني بين اقدم مخطوطه والاصل 1000 سنه. يعني ايه؟ يعني هي اتكتبت 800 ميلاديه، واقدم مخطوطه لقيناها سنه 200 بعد، سوري 800 قبل الميلاد، واقدم مخطوطه لقيناها 200 ميلاديه. يعني هي اتكتبت 800 قبل الميلاد، واقدم مخطوطه ليها موجوده سنه 200 ميلاديه، يبقى قد ايه الفاصل بين اقدم مخطوطه والاصل 1000 سنه. والغايه ومحدش النهارده بيجي يقول ايه، هو هوميروس كتب الإلياذة؟ هو فعلا هوميروس اللي كتب الإلياذة؟ يا ترى هو فعلا الإلياذة اتكتبت في الحياه؟ يا ترى كان في فعلا شخص اسمه هوميروس؟ لا، كل الناس بتاخد المعلومه از جرانتد ان في واحد اسمه هوميروس وان هو كتب الإلياذة. طيب بالنسبه للعهد الجديد بقى الكلام ده يتفسر ازاي؟ بصوا حضراتكم على السلايد دي، عندنا مخطوطه اسمها بي 52، دي اللي انا وريتها لحضرتكم في اول صفحه خالص، دي تاريخ كتابتها تقريبا 125 قبل الميلاد. طب تاريخ كتابه الاصل امتى؟ 96 ميلاديه، دي مخطوطه لانجيل يوحنا اللي هو اخر الاناجيل واخر حاجه تقريبا اتكتبت في العهد الجديد هو سفر الرؤيا. فيبقى الفاصل الزمني بين اقدم مخطوطه والاصل 29 سنه. شايفين الفوارق الزمنيه هنا عامله ازاي؟ شايفين 900 400 800 1300 1000. انا عندي هنا مخطوطه بي 52، الفرق الزمني بين اقدم مخطوطه والاصل 29 ميلاديه، بي 90 وبي 104 اوكسيرينخس، الفاصل الزمني بين اقدم مخطوطه والاصل من 50 ل 100 سنه، بي 98 نفس الموضوع، بي 46 150 سنه، بي 46 تاريخ كتابتها تقريبا 200 ميلاديه، دي اللي احنا قلنا بتحتوي تقريبا على 10 رسائل من رسائل بولس، فتاريخ الكتابه والتاريخ اقدم مخطوطه الفرق بينهم 150 سنه. حد يعرف فين اوكسيرينخس دي؟ بي 90 وبي 104 بهنسة، بالظبط كده، دي البهنسة عندنا في مصر. فاحنا بنقول معظم المخطوطات زي السينائية والاسكندرية والفاتيكانية والحاجات دي بلس مخطوطات كمان البرديات مكتشف عندنا في مصر، والحقيقة لولا الطبيعة الصحراوية في مصر كانت المخطوطات دي كلها حديكي لانه البردي ما بيستحملش، بس الطبيعة الصحراوية بتاعت صحراء مصر هي اللي تقدر تستطيع ان هي تحفظ المخطوطات من ان هي تفنى. طب تعالوا نشوف حاجة تانية مهمة جدا، كل كتاب من كتاب من 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 كتب العهد الجديد ايه اقدم مخطوطات بتشهد ليه؟ عندنا مثلا متى حضراتكم شايفينه الشكل ده بي 1 وبي 19، بي مش بي، بي هي بتتكتب كده بالقوطيه باللغه القوطيه، وبي دي يعني بابايري اللي هي مخطوطه برديات. فانجيل متى عندي بي 1 و19 21 25 37 45 الى اخر الصف، عندنا انجيل مرقس بي 45 بي 137. انتوا فاهمين انا بقول ايه؟ دي مش المخطوطات الوحيده اللي موجوده لانجيل مرقس، دي اقدم مخطوطات موجوده لانجيل مرقس. فانجيل متى عندنا اقدم مخطوطات ليه؟ اللي هو الصف الاولاني ده كله، كل رقم من دول بي 1 بي 19 بي 21 دي مخطوطه مختلفه، وتاريخ المخطوطات دي تاريخ كتابتها يرجع من 150 ل 250 ميلاديه اللي هو القرن الثاني والثالث. انجيل مرقس مثلا اقدم مخطوطتين ليه بي 45 وبي 137. اللي انا عايز اقوله دي مش المخطوطات الوحيده، لكن دي اقدم المخطوطات اللي لسه عايشه معانا لغايه النهارده اللي بتتكلم عن انجيل مرقس. وهكذا عندنا مخطوطات برديات تقريبا لكل الاناجيل وكل اعمال العهد الجديد، ممكن تكون مش كامله بس انا اقصد اقول ان هي بتقف كشاهد انه ده كان موجود منذ القديم، ده مش حاجه حديثه زي ما بعض الناس بتقول. ده ايه؟ ده توزيعة انه المخطوطات البرديه. ليه انا بتكلم على البرديه بالتحديد دلوقتي؟ لان دي اقدم المخطوطات. ففي القرن الثاني عندنا برديتين، من القرن الثاني والثالث عندنا خمس برديات، وهو موزعه لكم زي ما حضراتكم شايفين على الشمال خالص، بابايري وانسيلز، لان الانسيلز عاده بتتكتب على البارشمنت زي المخطوطه السينائيه والفاتيكانيه اللي احنا شفناها من الاربعه الكبار، والبابايري حطيتهم لوحدهم. فانا عندي من القرن الثاني، يعني ايه القرن الثاني؟ حد ممكن يقول يعني ايه القرن الثاني؟ من كام لكام؟ من 100 ل 200، ده القرن الثاني. فانا لما اقول لك مثلا المخطوطه دي مكتوبه في القرن الثاني، دي مش معناها مثلا 190، مش لازم يكون كده، من اول 100 لغايه 200 اي حاجه في النص ده القرن الثاني. فانا عندي مخطوطتين عايشين من القرن الثاني، واحده منهم شفناها اللي هي بي 52، وعندي حوالي ست مخطوطات عايشين من القرن الثاني والثالث، وعندي 28 و 32 مخطوطه عايشين، 30 مخطوطه برديه قديمه عايشه من القرن الثالث وهكذا. دي مخطوطه بي 52 اللي انا وريتها لحضراتكم في الاول خالص، دي تحتوي على
يرجع تاريخها ل 125 ميلادية، وتحتوي على الآيات دي من إنجيل يوحنا من 18 من 31 ل 33 و 18 من 37 ل 38. طبعا هي ما فيهاش النص الكامل للآيات دي، لأنه طبعا زي ما حضراتكم شايفين إن هي فراجمنت، يعني قصاصة صغيرة جدا. فهي فيها النصين دول اللي هو فقال لهم بيلاطس خذوه أنتم محكوم عليه، والنص الثاني أفأنت إذا ملك. طيب عرفنا ازاي، عرفوا ازاي ان هم يطلعوا النص ده من البرديات دي، طريقه بيتوضح لحضراتكم. على فكره هي هم مش قصاصتين، هي قصاصه واحده وش وظهر مكتوب عليها من الوش ومن الظهر. لو انت خدت بالك هتلاقيها هي بالظبط ميرور ايمج. هم قدروا يتفرغوا الحروف اليونانيه اللي هي مكتوب عليها، وبالتالي اكتشفوا ان النص ده هو النص اللي موجود في انجيل يوحنا. دي اقدم وثيقه بتشهد لان انجيل يوحنا اتكتب في الوقت ده، وزي ما حضراتكم شايفين احنا قلنا بيرجع تاريخها ل 125 ميلاديه. دي بردية في 46 اللي احنا شفنا منها صورة لرسالة أفسس، وقلنا ان كلمة أفسس مش موجودة في النص لكن موجودة فوق كعنوان. تحتوي على ايه؟ تحتوي على رسالة روميا، عبرانيين، كورنثوس الأولى والثانية، أفسس، غلاطيا، فيليبي، كولوسي، تسالونيكي الأولى والثانية، وفي نص ما قدروش يعرفوا هو عبارة عن ايه بالظبط، تقريبا مش نص عهد جديد. فدي بردية قديمة جدا، يرجع تاريخ كتابتها من 175 ل 225 ميلادية، وتحتوي على 10 رسائل من رسائل بولس. طيب خد نفس بقى، نبتدي المحاضرة الحقيقية بتاعت النهاردة، مقدمة عن علم النقد النصي. هو يعني ايه نقد نصي؟ هو الحقيقة يعني كان نفسي اخترعوا له اسم غير كده، بس هو المشكلة ان العلم ده ما اخترعهوش في المسيحية. ده علم موجود لأي مخطوطات كتاب قديم موجودة، لانه الكتاب القديم الاوتوغراف بتاعه ما بيبقاش موجود عادة، بيبقى عندي مخطوطات منسوخة من الأصول، والمخطوطات دي بيبقى فيها اختلافات، فانا ببقى عايز احط المخطوطات دي كلها جنب بعضها واطلع بقرايه. هو ده علم النقد النصي. يفرق ايه النقد النصي عن ما يسمى بالنقد العالي او الاعلى؟ عندنا حاجه اسمها higher criticism النقد الاعلى، واللور criticism النقد الادنى، او بيسموه textual criticism او اللي هو النقد النصي. ايه النقد النصي وايه النقد الاعلى؟ النقد الاعلى بيعني انه لما يجي يقول لك ده موسى راح مسك العصاية وضرب بها البحر فانشق فالشعب عبر، لا معقوله برده؟ معقوله يبقى في حد بيضرب عصاية بحر ويتشق ويعبر؟ ده النقد الاعلى. والناس يعني ما بتفرقش ما بين النقد الاعلى والنقد الادنى، وعشان كده لما نيجي نتكلم عن نقد نصي فالناس على طول دماغها بتروح فين؟ النقد الاعلى. احنا مش بنتكلم عن النقد الاعلى، احنا بنتكلم عن النقد النصي. فالنقد الاعلى يعني بانه انقد احداث الكتاب نفسها. ما فيش حاجه اسمها معجزه بيقولوا كده، مش انا بقول كده، لا ما يعني ما تاخدش الموضوع بحرفيتها قوي كده، ما فيش حد برده يخبط عصايه في بحر فساعات بيشككوا في المعجزه نفسها. ده النقد الاعلى، مش دي قصتنا خالص مع النقد الادنى او التكستوال كريتيسيزم. احنا مشكلتنا فيه ان انا عندي مخطوطات كتيره وعايز اطلع القرايه الحقيقيه الصح. ده ما يسمى بالنقد النصي. وعشان كده وانت بتسمع كلمه نقد نصي من فضلك، ده مش نقد، ده يعني عايز تقول ايه؟ يعني ده مش قضيه ان انا بنقد عشان اهدم، لا بالعكس، ده انا بنقد عشان اطلع لك اصح قرايه للنص. طب هو ليه موجود نقد نصي؟ انا لو عندي المخطوط، عندي الكتابه الاصليه، لو انا مثلا تخيلوا الموقف كالاتي، ان بولس كتب رساله الاولى للتسالونيكي والنص ده موجود لغايه النهارده بكتابه بولس بتاعت ايده، لو انا عندي المخطوطه دي طبعا النقد النصي ملوش لازمه. لكن بما ان انا ما عنديش الاوتوغراف المخطوطه اللي كتبها بولس بايديه، وعندي مخطوطات تانية كتيرة والمخطوطات دي أكيد فيها اختلافات، أنا لو اديت حضرتك النهاردة نص يعني 10 سطور وقلت لك انسخه مرتين وجمعت منكم نسخ، أنا متأكد أنه هيطلع ما لا يقل عن 1000 ل 2000 اختلاف ما بين مخطوطات كل يومين دول. فبما إن أنا ما عنديش النص الأصلي الأوتوغراف أو المخطوطة الأصلية، وبما إن أنا عندي مئات المخطوطات اللي فيها اختلافات، فأنا لازم حاجة تكون حاجة زي ما بنقول كده arbitrary. يعني إيه arbitrary؟ يعني حاجة أحط فيها كل المخطوطات دي مع بعضها وأبتدي أشوف مين الأقدم ومين الأحدث، مين اللي هو الأصل اللي اتنسخ منه ومين اللي بعد جه بعديه وهكذا، وأبلاي قواعد النقد النصي عشان أوصل لأدق قراية. فأنا ماليش أي علاقة بالنقد الأعلى، النقد النصي بيعني بمقارنة المخطوطات للوصول لأدق قراية. كويس قوي. طيب نساخ العهد الجديد لم يكونوا نساخ محترفين مثل نساخ العهد القديم، وكان اي شخص يستطيع ان ينسخ كتب العهد الجديد مهما كان غير متمكن في الكتابه والنسخ او حتى لا يعرف جدا اليونانيه. خلي بال حضراتكم ان وقت الرب يسوع كانت الامبراطوريه التي تحكم هي الامبراطوريه الرومانيه. ما هي لغه الامبراطوريه الرومانيه؟ لغه الامبراطوريه الرومانيه اللاتينيه، اللاتينيه القديمه. وعشان كده لما جم يكتبوا عله صلب الرب يسوع عليه كتبوها بالرومانيه واليونانيه والعبرانيه. الرومانيه اللي هي اللاتيني، اللي هي اللغه اللاتينيه.
فكانت لغه المملكه الرومانيه هي اللاتينيه، بس المملكه الرومانيه ما كانتش مملكه ثقافه زي اليونان، فما قدرتش تنشر اللغه بتاعتها وتجبر الشعوب ان هم يتكلموا اللغه بتاعتها زي ما عملت الامبراطوريه اليونانيه اللي قبلها. ولاجل كده كان وقت كتابه العهد الجديد الكتابات والمراسلات يوناني، لكن المملكه نفسها هيرودس يعني كان شخص جاي من المملكه الرومانيه بيتكلم لاتيني، وعشان كده برضو اللاتيني كان مستخدم بس للي يعرفه، لكن اللغه اليونانيه كانت هي لسه اللغه اللي منتشره وكل الناس بتعرفها، وكانت كمان بتسمى لينجوا فرانكا يعني لغه التواصل ما بين شعبين ما بيتكلموش نفس اللغه، زي الانجليزي دلوقتي بالظبط. حضرتك يوناني وانا جاي من مدغشقر، انا ما بتكلمش يوناني وانت ما بتتكلمش فرنساوي، طب نعمل ايه؟ احنا الاثنين متكلمين انجليزي. فاليوناني كان كده اللينجوا فرانكا بتاعت الوقت ده. فكان عندنا حاجه بقى ظريفه انه كان عندنا ناس بتعرف لاتيني وكانت الناس بتتكلم يوناني، فاي حد كان بيدعي، تعالوا نقرا السلايد دي عشان تشوفوا كانت مشكلتنا في ايه. السلايد دي انا واخدها من كتاب اسمه تكست اوف ذا نيو تيستامنت بتاع بروس ام ماتزجر، بيقول كده في العصور الاولى للمسيحيه كانت المخطوطات الكتابيه تنتج بواسطه اشخاص مسيحيين كانوا يريدون ان ينسخوا لانفسهم او لكنائسهم المحليه نسخ من كتاب او اكثر من كتب العهد الجديد، ولان عدد المسيحيين ازداد سريعا خلال القرون الاولى ظهرت الحاجه لنسخ اضافيه من الكتاب المقدس ليستخدمها المسيحيون الجدد والكنائس الجديده، ونتيجه لذلك قلت الدقه في انتاج المخطوطات نتيجه لسرعه النسخ لتلبيه حاجه الكنائس. وبالاضافه الى ذلك فانه عند ترجمه المخطوطات من اليونانيه الى لغات اخرى للاشخاص الذين لا يعرفون اليونانيه فقد حدث اكثر من مره كما اوضح اوغسطينوس ذلك شاكيا، يعني اوغسطينوس اشتكى من الموضوع ده وقال كده، كان اي شخص يملك مخطوطه يونانيه ويتخيل انه يعرف اليونانيه واللاتينيه حتى ولو قليلا يجرؤ او يستطيع ان يصدر ترجمه. يعني اي حد معاه مخطوطه يوناني وما بيعرفش قوي يوناني ولا لاتيني يقول لك بس انا طلبك عندي هترجمها لك انا من اليوناني اللاتيني، ونتيجه كده كان بتطلع اخطاء كتيره في النسخ. اللي عايز اقوله من النص ده وزي ما وضح اوغسطينوس نفسه انه نتيجه ان انتشار المسيحيه كان انتشار سريع، الرسل راحوا في كل حته تقريبا في نفس الوقت وابتدوا يبشروا، وفي نفس الوقت الشعوب بقت يعني بتدخل، كان الرب يضم كل يوم الى الكنيسه الذين يخلصون، فنتيجه لكده ظهرت الحاجه، طب الناس دي بقى في عندنا كنيسه محليه نعمل ايه؟ محتاجين ننسخ نص العهد الجديد، ومش بس ننسخه، ساعات ننسخه ونترجمه، نترجمه قبطي، نترجمه ارامي، نترجمه واتيفر. فنتيجة سرعة إنتاج المخطوطات ونتيجة إن نسخ العهد الجديد مش زي نسخ العهد القديم، بتوع العهد القديم كانوا بيعدوا عدد الحروف والحرف اللي في النص وأول حرف وآخر حرف وعدد الحروف في الصفحة وعدد الكلمات، ونقعد نعمل حاجات كتيرة جدا بحيث إننا يعني إيه أقلل الخطأ بأكتر قدر ممكن، لكن نسخ العهد الجديد ما كانوش كده، وفي منهم للأسف كمان ما كانش يعرف يوناني أصلا، وما كانش يعرف لاتيني وكان بيترجم من يوناني لاتيني، نتيجة لكده ظهرت أخطاء النسخ. جميع المخطوطات الأصلية للعهد الجديد فقدت لأنها كانت تكتب على ورق بردي، احنا الكلام ده قلناه قبل أن تفقد المخطوطات الأصلية تم نسخها لنسخ ووزعت على الكنائس، احنا برضو قلنا الكلام ده، احنا قلنا كمان انه لو المخطوطات الأصلية او الكتابة الأصلية موجودة فانا ما عنديش داعي لان يبقى عندي نقد نصي، لكن انا عندي مخطوطات والمخطوطات دي ما بينها اختلافات، بنسمي الاختلافات بين المخطوطات دي variants.